عندما تغتنم الفرصة لتصنع المجد الحديث لبلادك. ده بالظبط اللي حصل مع محمد ماجاسوبا، مدرب مالي اللي استغل الفرصة وصنع المجد الحديث لمنتخب بلاده. مالي مش من المنتخبات صاحبة التاريخ في إفريقيا، وكان الإنجاز الأكبر وفترة المجد الأكبر ليها تاريخياً هو الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا سنة 1972، وواجه منتخب مالي الكونغو في النهائي واللي خلص بفوز الكونغو 3-2. منتخب مالي كان ليه فترة ذهبية تانية بقيادة نجمه في وقتها سيدو كيتا، واللي قدر فيها الجيل ده انه يحصل على المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا مرتين ورا بعض في 2012 و2013. ولكن رغم كده الجيل ده ما قدرش انه يعادل إنجاز الوصول للنهائي أو تقديم شيء يذكر في تصفيات كأس العالم. في 2017 وبعد فترة من سوء النتائج، قرر الاتحاد المالي إقالة المدرب الفرنسي آلان غريس لسوء النتائج وتعيين محمد ماجاسوبا بديلاً لي بشكل مؤقت. ماجاسوبا كان قبلها مدرب لفرق محلية في مالي أبرزها استاد مالي، وقدر يكسب معهم الدوري سنة 2007. الفترة المؤقتة اللي تولى فيها ماجاسوبا تدريب منتخب مالي كانت من أطول الفترات المؤقتة على الإطلاق، لأنه فضل سنتين مدرب مؤقت لمنتخب مالي، ودي فترة مدربين دائمين كتير بيفضلوا أقل منها في منصبهم. وفي 2019 قرر أخيراً الاتحاد المالي تعيين ماجاسوبا كمدرب دائم للمنتخب بعد ما قاده للتأهل لكأس أمم إفريقيا في مصر. وفي البطولة قدم ماجاسوبا مع مالي أداء جيد جداً بعد ما تصدر مجموعته اللي كانت بتضم منتخب قوي زي الجزائر، ولكنه خرج من دور الستاشر بعد ما خسر بصعوبة من منتخب كوت ديفوار 1-0. وقدر ماجاسوبا أنه يقود مالي للتأهل لكأس أمم إفريقيا مرة تانية في 2021، ولكن مش ده الإنجاز اللي حققه. منتخب مالي تحت قيادة ماجاسوبا وصل للمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وبدون ما يستقبل أي هدف خلال دور المجموعات، علشان يبقى على بعد خطوة واحدة بس من تحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخ مالي. مالي هتلعب في المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا مع تونس وموريتانيا وغامبيا. التأهل من دور المجموعات على الورق سهل، ولكن التحدي هيكون الذهاب بعيداً في البطولة علشان يقدر ماجاسوبا يبعت رسالة لكل المنافسين إنه بيبني جيل تاريخي وذهبي جديد لمنتخب مالي. اللي عمله ماجاسوبا بشكل عام مع منتخب مالي لحد دلوقتي هو أكبر إثبات على ضرورة اغتنام الفرصة ولو كانت مؤقتة، والتحدي اللي بقى قدامه دلوقتي هو حفر اسمه في تاريخ إفريقيا، مش بس إنه يكون مدرب دائم، وده اللي هو بقى على بعد خطوات قليلة منه.